توافد مئات المتظاهرين من بلدات وقرى محافظة السويداء جنوبية سوريا إلى ساحة الكرامة في إطار مواصلة الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد وتحقيق الانتقال السلمي وفق القرار الدولي 2254. رغم تردي أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير، يواصل أهالي محافظة السويداء جنوبي سوريا احتجاجاتهم السلمية المطالبة برحيل الأسد وتحقيق الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254. عشرات المحتجين توافدوا مجدداً إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مرددين هتافات تؤكد إصرارهم على مطلب رحيل الأسد وسط مناشدات للمنظمات المعنية والمجتمع الدولي لمحاكمته أمام المحاكم الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من ساحة الحرية، من ساحة الكرامة تطلع صرخات لإسقاط هذا النظام الطاغي. 50 سنة كافيين لرحيل هذا النظام اللي دمر سوريا وهجر أهله وفسد البلد كلياته وباع اللي فوقه واللي تحته. فبكافي عاد بكل لغات العالم عم بيقولوا له ارحل، فل، خلوا يفهم، خلوا يفهم، لازم يفل، لازم يرحل، ولازم قبل ما يفل ويرحل يتحاكم بمحاكم الجنايات الدولية على الجرائم اللي ارتكبها بحق سوريا وبحق الشعب السوري. المحتجون الذين خرجوا في تظاهرات مسائية بمختلف مناطق السويداء أكدوا على أنهم سيواصلون ما بدأوا قبل أسابيع حتى تتحقق المطالب التي ينادون بها من أجل حياة حرة كريمة بعيداً عن الظلم والاستبداد الذي قالوا إن الحكومة تمارسه بحق السوريين. الثورة السورية المباركة اللي بدأت بعام 2011 لكرامة الشعب السوري، لحقوق الشعب السوري، من حق السوريين اليوم انه ينعموا بخيرات بلدهم. سوريا بلد تستحق انه شعبها يعيش بحرية ويعيش بكرامة ويحفظ مستقبل ابنائه، ابنائه اللي تهجروا، ابنائه اللي اصبحوا طعام للأسماك، أبنائه اللي ضاعوا بالشتات بكل بقاع العالم. من حق السوريين إنه يحفظوا حقوق أبنائهم بمستقبل حر وكريم ويعيشوا ويحصلوا على حقوقهم بالحرية والكرامة. وهذه الانتفاضة المباركة اللي وقفت مع الحق، اللي قامت من أجل الحق، اللحظة لحظة حق ولحظة حقيقة. من ساحة الكرامة بعتيل، ساحة الكرامة. والاثنين خرج مئات المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمطالبة بالتغيير السياسي الشامل وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وانضم إليهم عشرات المحتجين من مناطق مختلفة أبرزها مدينة شهبة بريف المحافظة. وحول هذا الموضوع من فيينا أرحب بالسيد بسام العيسمي محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا. أهلا ومرحبا بك دائما معنا سيد بسام في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. المطالب وصلت للقمة اليوم، تغيير سياسي شامل في سوريا مع محاكمة، ما هي المطالب الفعلية القابلة للتنفيذ في الوقت الحالي من بين كل مطالب أهالي السويداء؟ تحياتي لك ولقناتكم الكريمة والمشاهدين. أنا يعني ما يجري في السويداء اليوم هو عرس وطني كبير، هو مهرجان للمحبة والسلام، مهرجان متنقل على كافة ميادين وساحات السويداء بمدنها وقراها. فكل ساحة في أي قرية في محافظة السويداء، في أي قرية، في أي مدينة، في أي بلدة، أصبحت هي ساحة كرامة. نراهم كيف تتعالى أصواتهم صباحا مساء لطلب الحياة، نبذ العنف والكراهية، التمسك بالسلمية، يزرعون الورد ويحملون أغصان الزيتون، ينشدون الأغاني الوطنية ويحددون خياراتهم وشعاراتهم الوطنية والسياسية بكل دراية وحكمة.
فيطالبون بتنفيذ قرار 2254 وتسيير العملية السياسية التي تقود للخلاص من رقة الظلم والقهر والاستبداد وترحيل هذه الشرذمة الباغية المتسلطة المجرمة الخائنة من حاضر ومستقبل السوريين. يا سيدتي، المطالب التي هي مطلوب أن تتحقق، مطلوب أن يرحل هذا النظام. كفانا خرابا، كفانا دمارا، كفانا قتلا، كفانا جوعا، كفانا قهرا، يجب على هذا النظام أن يرحل. سوريا ولادة. بالمقابل اليوم يعني هاي الاحتجاجات سيد بسام تقابل بالصمت من قبل الحكومة السورية، هل ستنجح الحكومة السورية ب يعني اعتمادها ومراهنتها على عامل الوقت؟ نعم، تراهن على عامل الوقت، تراهن على تقويض الحراك من الداخل عبر عملائها، عبر من يتبع لها. كل هذه المسائل النظام غدار ويحاول بشكل أو بآخر. لاحظنا كيف حاول أن يعني ينصب هيئة دينية خارج عن هي والخطة التنظيمية في صحنايا بدمشق إلى آخره. يعني فنراه كيف احيانا يبص بعض اسلامه بيانات مختلفه، مره بيانات باسم الهيئه والهيئه الروحيه لديها علم ولا خبر، مره باسم بعض اتباعها المندودين. مثل يعني ليس لا اسمي اسماء، لكن الانتفاضه في السويداء قطعت كل النظام واحرقت الرجوع، فأصبح يعني التقدم إلى الأمام والمواصلة أخف بكثير من الرجوع، لأن هذا النظام غدار. المطلوب أن يرحل هذا النظام، المطلوب أن يستجيب إلى العملية السياسية، وأنا أتصور أنه غير قادر للاستجابة للعملية السياسية، لأنه هو ببنيته مغلق ولا يستطيع أن ينفتح لا على العملية السياسية ولا يستطيع أن يقدم أي شيء. ونلاحظه خلال 12 عام لن يقدم إلا القتل والدمار والتهجير، يعني لن يقدم أي شيء. طيب 12 سنة لم تقدم الحكومة السورية أي شيء، أقطاب السلطة لم تقدم أي شيء، 12 عاما من المقتلة السورية، احتجاجات السويداء مستمرة وما يقابلها صمت حكومي تام بشكل تام، ما الذي يحتاجه هذا الحراك فعليا لتحقيق اليوم مطالب الحراك في السويداء هي مطالب سورية بشكل عام، ما الذي يحتاجه لتتحقق هذه المطالب؟ يحتاج هذا الحراك لتتحقق هذا المطالب أن يعودون السوريون إلى التكاتف كما بدأوا في الثورة، كما بدأوا في بداية الثورة. وهنا يعني أهمية حراك السويداء، انتفاضة السويداء المستمرة والمتصاعدة بسلميتها وحضاريتها يوما بعد يوم، والتي استعادت ألق الثورة في بداياتها بكل بهائها ونقائها وشعاراتها الوطنية الجامعة. حينما انفجر بركان الثورة في العام 2011 اخترق كل الحواجز الدينية والطائفية والمذهبية والإيديولوجية، وتوضع على مساحة كامل الفضاء الوطني السوري. لم يكن أحد يفكر بالبعد الطائفي ولا بالبعد الأثني. الكنائس قرعت أجراسها تضامنا مع تشيع شهداء دارية، وكنا نحن حضور وشهود في سوريا. بدأت الثورة سيدتي بشعارات واحد واحد الشعب السوري واحد. بدأت المظاهرات بجمعة الكرامة وبجمعة الحرية وجمعة أزادي وجمعة صالح العلي، هكذا بدأت المظاهرات. كانوا مئات الشباب الدروز والإسماعيليين والعلويين يذهبون إلى جوامع ريف دمشق الثائرة، إلى جامع الحسن وإلى جامع الدقاق في الميدان، ليخرجوا في المظاهرات يهتفون لدفع القهر والظلم عنهم، يهتفون للحرية للكرامة والمواطنة المتساوية والديمقراطية. ليأتي من يقول بأن الديمقراطية تحت أقدامنا وحق الأكثرية بالحكم وانتزاعه من الأقلية. وهنا بدأت المشكلة يا سيدتي. هل نتوقع أن تقدم، أنا حضرتك تفضلت بأنه لن تقدم أي اليوم الحكومة السورية أي تنازل، ولكن هل نتوقع تنازلات بسيطة على مستوى الحكومة السورية أو بعض المسؤولين في سوريا؟ هل سيقنع الحراك في السويداء بذلك؟ لن يقنع الحراك في السويداء، ولن يقنع أي طفل سوري بأن هذا النظام يمكن أن يقدم شيء. هذا النظام عقيم 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 إلا من إنتاج العنف. لا يمكن يعني أن يعني يستطيع هذا النظام أن يقدم حلول لكل هالمشاكل التي أوجدها.
شكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من فيينا السيد بسام العيسمي محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.